أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم يتناول أحد الأمراض الأخلاقية وفي مقابلها أحد العلاجات الدينية. الموضوع هو في ذيل حديثنا عن مفردة الخيانة. الخيانة من الأمراض الأخلاقية، من الذنوب الشرعية، ولها مظاهر متعددة وتجليات مختلفة. من جملة ذلك خيانة الأسرار وخيانة المجالس. وحديثنا سوف يكون هذا اليوم في هذا الموضوع. حياة الإنسان متداخلة مع أخيه الإنسان، وهذا يقتضي أن يشترك معه في كثير من الموارد. يشترك معه في عمل، يشترك معه في هيئة أو مؤسسة، يشترك معه في عائلة وعشيرة، يشترك معه في اجتماع ولقاء، في سفر، وكثيرة هي مواضع الاشتراك والاجتماع بين الإنسان وأخيه الإنسان. وبطبيعة هذا الاشتراك يطلع كل من الطرفين على أمور من الطرف الآخر قد لا يطلع عليها غيره. أنا أكون في سفر مع إنسان فأكتشف من أخلاقه ومن طريقته في الحياة ومن التزامه أو عدم التزامه ومن حدته وغضبه ورضاه وما شابه ذلك، ما لا يتيسر لغيري ممن لم يسافر معه. أكون معه في عمل مشترك، في جمعية خيرية، في هيئة اجتماعية، في حركة سياسية، في أمر من الأمور، وتتيح لي هذه المعاشرة والمعايشة. أنا أتعرف على أفكاره،
العامة والخاصة أحيانا، وأتعرف على طريقة حياته ومواقفه وما شاكل ذلك، أجلس معه في اجتماعات وفي جلسات ولقاءات ودروس وغير ذلك، فأكتشف منه إما من خلال تلفظه يتكلم كلاما فأنا أسمعه، أو من خلال ممارسته العملية ما لا يكتشفه غيري من الناس. بل أكثر من هذا، أحيانا أنا طبيب، يأتي إلي إنسان فيبيح لي بدخيلة نفسه وأسرار ذاته وأمراضه ومشاكله، سواء كانت بدنية أو نفسية أو غير ذلك. أنا مستشار وهكذا. هنا قد يلجأ بعض الناس إلى الطريق الخاطئ فيخونون هذه الأسرار وهذه الأمور ثم يكشفونها، إما ابتزازا، أكو قسم من الناس يحصلون على معلومات عن زيد وعمر من الناس فيبتزه بهذه المعلومات، إذا ما تحقق لي كذا وكذا أخبر عن هذه المعلومات وأفشيها، أو لا ما يريد منا شيء بس يريد تحطيمه، أنا أعرف عن فلانة أن لديها كذا وكذا فأحاول أن أحطم سمعتها أو سمعته من خلال إفشاء هذه الأمور التي لا يرغب ذلك الطرف في إفشائها. بل أكثر من هذا أحيانا يصير، كما شهدنا بعض المشتركين في أعمال، في نشاطات اجتماعية أو دينية أو سياسية أو غيرها، بمجرد أن يخرج من هذا التجمع أو من هذا العمل المشترك يذهب لكي يكتب مذكراته الخاصة، فيقول فلان عمل كذا وفلان لم يعمل كذا وفلان قال كذا وفلان لم يقل كذا، بعنوان مذكرات. هنا يتساءل من الذي أجاز لك أن تفشي هذه؟ أنت تريد أن تفشي حياتك الخاصة، ذاك أمره إليك. أما أنا سمعت فلان يقول هذا الكلام وذلك الشخص لا يرغب في إفشاء هذا الكلام، من أجاز لي أن أفشيه وأعلنه؟ هذا لا يوجد له مبرر شرعي، بل يعد من الخيانة في بعض الصور. ولذلك تأسس عندنا في الشريعة الإسلامية ما يواجه هذا المرض الأخلاقي، الخيانة، بقاعدة أخلاقية وشرعية فقهية، وهي الكلام المشهور والمعروف أن المجالس بالأمانات أو المجالس بالأمانة. وهذا الكلام المجالس بالأمانة بمعنى أنك لو جلست مع إنسان وأسر إليك بكلام ولم يكن يقبل بأن تنقل هذا الكلام، لا يجوز لك نقله حتى لو كان أمرا إيجابيا. علماؤنا يقول حتى لو كان أمرا إيجابيا
فضلا عن السلبي. يعني مثلا شخص قال لك أنا أصلي صلاة الليل، أنا أتصدق، ولم يكن يرضى أن تتحدث عن هذا الموضوع، لا يجوز لك أن تتحدث به حتى في الجانب الإيجابي، فما ظنك بالجانب السلبي؟ وقد نقلت كتب الحديث أن من الكلمات التي لم يسبق بها نبينا المصطفى محمد هي هذه الكلم. هناك كلمات عدت من الكلمات المبتكرة والحكم التي لا سابق لها في لسان العرب مما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله، من جملة ذلك هذه الكلمة المجالس بالأمانة، كما أشار إلى ذلك الشيخ الصدوق على الله مقامه في كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه، أو في كتاب من لا يحضره الفقيه، ونقلها عنه متأخرون. هناك عدد كبير من الكلمات التي لم يسبق رسول الله بها، يعني هو أول من قالها في اللغة العربية، من جملتها هذه الكلمة، وتأسس عليها أيضا قاعدة شرعية. نحن نذكر بعض ما ورد حول هذا الحديث من كتب الجمهور ومن كتب الإمامية. في كتب الجمهور نقل هذا الحديث باعتبار أنه حديث حسن وأنه يمكن العمل به، وقال ابن عبد البر في أدب المجالسة عن النبي صلى الله عليه وآله: المجالس بالأمانات، وإنما يتجالس الرجلان بأمانة الله عز وجل، فإذا افترقا فليستر كل واحد منهما حديث صاحبه. طبعا مو فقط الرجلان، وإنما أي متجالسين، امرأة مع امرأة تجلس معها يتحدثان، فتأخذ كل منهما وتعطي، بعدين إحداهما تذهب لكي تخبر أن أنا البارحة جلست مع فلانة وأخبرتني بكيت وكيت وكيت. إذا كانت طبيعة المجلس أو طبيعة الحديث، أو حتى إذا قالت إحداهما ترى المجالس بالأمانات، أو نمط الحديث كان يقتضي أنه نمط خاص، لا يجوز للأخرى أن تنقله، وهكذا لا يجوز لذلك الرجل أن ينقله. ولا يبرر ذلك قول البعض حتى تنكشف الحقائق، هذا غير مبرر وغير جائز. أنا أنقل هذا الكلام عن فلان حتى تنكشف الحقائق وتتضح الأمور، لا يجوز ذلك، لأن المجالس بالأمانات. وهكذا أيضا ورد في كتبنا في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر، قال: يا أبا ذر، المجالس بالأمانة، وإفشاء سر أخيك خيانة فاجتنب ذلك. أخوك أسر إليك بسر، قال لك هذا أنا أعطيك إياه، طبعا الموقف الأول الأفضل أن الإنسان
كما ورد في الحديث سرك من دمك فلا يجرين في غير أوداجك، حافظ على سرك لا تطلع. لكن لو فرضنا أنه طلع إلى زيد من الناس والسر قانونه أن يحتفظ به، لا يجوز لذلك السامع أن يذهب وأن يفشيه، فإن المجالس بالأمانات وإفشاء سر أخيك خيانة. نعم هناك استثناءات سوف نأتي عليها فيما بعد إن شاء الله. في الكافي ذكر بابا شيخ الإسلام ثقة الإسلام الكليني رضوان الله عليه في كتاب الكافي عقد بابا سماه المجالس بالأمانة، وأورد فيه عددا من الأحاديث، قسم منها معتبر، ومما جاء في ذلك الباب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: المجالس بالأمانة، وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه. ذاك المتكلم كان كاتما لهذا الحديث، أنت تجي تتطوع وتخبر به الآخرين، ليس ذلك لك إلا بإذنه، تستأذنه، هل تسمح لي أن أنقل هذا الحديث؟ فإذا أذن لك جاز وإلا فلا. إلا أن يكون ثقة أو ذكرا له بخير، إذا كان ذكر له بخير ولم ينه عن إشاعته فلا بأس من باب نشر عوارف الخير والمعروف في المجتمع، تدري أن فلان حدثت له قصة فيها عبرة، فيها أثر طيب لو نقلت إلى الناس، لا مانع من أن تنقله إلا إذا نهاك عن نقل هذا الأمر. وهذا نلاحظ بالنسبة إلى الإنسان المؤمن، بل حتى بالنسبة للملحد، لاحظوا حتى للملحد إذا قال المجالس بالأمانة ما إلك حق أن تفشي سره، وإن قال بعض العلماء أن هذا فقط في الدائرة الإسلامية، ولكن يستفاد من حادثة وقعت بين الإمام الصادق عليه السلام وبين أحد الملاحدة وهو ابن أبي العوجاء عبد الكريم، أن الإمام أعطاه ذلك مع إلحاده. هذا ابن أبي العوجاء رجل ملحد كان يثير الشكوك في الوسط الإسلامي، ويذكرونه يقولون وكانوا يتقون لسانه، يعني تشكيكاته زفرة سيئة، إلى أن جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام وكان في الحج، فجلس إليه وكان في جماعة من نظرائه، فقال: يا أبا عبد الله، هذا منه ابن أبي العوجاء المشكك، يا أبا عبد الله، إن المجالس بالأمانات، ولا بد لمن كان به سعال أن يسعل. أنا عندي حكاية لازم أقولها بس لا تنقلها عني، لأنه في ذاك الوقت كان اللي يعرف عنه هذا المذهب كان يقطع رأسه. أنا عندي شك، عندي مسائل، عندي تشكيكات، وأريد بيني وبينك هذه، الباقي أنا ما أعترف بنقاشهم. طيب، ثم بدأ يتحدث معه: إلى كم تدورون تدوسون هذا البيدر وتنفرون كالبعير إلى إذا نفر؟ تشكيك في أعمال ومناسك الحج. فاستمع إليه الإمام الصادق عليه السلام ثم بدأ يرد عليه ردا علميا هادئا. فالشاهد أن ذاك طلب المجالس بالأمانات حتى
وهو مشكك بل يحسب في عداد الزنادقة. الإمام الكاظم عليه السلام استشهد به في حواره مع هارون العباسي. هارون العباسي استدعى الإمام الكاظم عليه السلام في إحدى جلساته معه وبدأ يقول له أن لماذا أنتم بنو هاشم تفضلون أنفسكم علينا أبناء علي بن أبي طالب مع أننا وأنتم أبناء جد واحد وهو هاشم، أنتم تنتمون إلى أبي طالب وإحنا ننتمي إلى العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم، فلماذا تفضلون أنفسكم علينا وتشوفون أنفسكم أحق بالخلافة وبالدين منا؟ فبدأ يجيبه الإمام عليه السلام، فأراد الاستزادة هارون فقال زدني يا موسى، فقال الإمام عليه السلام المجالس بالأمانات وخاصة مجلسك، فقال لا بأس عليك، بمعنى أن هذا الكلام أنا ما رح أوديه إلى القضاة، ما رح أدينك به، ما رح أخذه وثيقة عليك، أنا هارون لن أخذ ذلك عليك. الإمام قال المجلس الأمانات معناه حدود هذا الكلام هو هذه المنطقة والنقطة، وأمثال ذلك كثير لا نريد الإطالة فيها. يستنتج بعض العلماء من هذا الكلام أن الأصل في المجالس أنه لا يجوز إفشاء ما لا يرضى به أهل المجلس. رحنا في مكان في جلسة 10 أشخاص وإنت واحد منا، أنا قلت كلاما وفلان قال كلاما وزيد قال كلاما ثالثا، والمفروض أن هذا المجلس مجلس محدود ليس مجلسا عاما، لا يجوز لأي واحد منا أن ينقل ما قاله الآخر إلى عامة الناس إلا إذا علم منه الرضا. تقول والله طرحنا القضية الفلانية أنا كان رأيي موافق بس فلان خالف في ذلك بقوة، ما يجوز لك هذا الشيء. إذا كان نقل هذا الخبر يسيء إلى فلان ما يجوز لك. ويعقب على ذلك بعض العلماء الظاهر عدم خصوصية، هذا مهم، عدم خصوصية للمجلس فيشمل الحكم المكالمات الهاتفية والمكاتبة وأمثال ذلك. يقول إحنا مو في مجلس، واحد كلمني مكالمة تليفونية بعدين أنا سجلتها عليه ورحت حتى أخليها على النت، لا يجوز لك ذلك. رحت حتى أسمعها بعض إخواني وبعض أصدقائي، لا يجوز لك ذلك إذا كانت شيئا خاصا لا يرضى به المتكلم. ويدخل في هذا طوائف كثيرة، قال بعضهم يدخل في هذا الإطار كل من كان له طريق إلى الاطلاع على أسرار الناس. طبيب عادة مطلع على أسرار الناس، زيد جاء لي وأنا طبيب اكتشفت أن هذا الإنسان عنده مرض في المسالك البولية مثلا، مرض في القدرة الجنسية، مرض في الجانب الفلاني وهو يريد كتمان ذلك، لا يجوز لي أن أذهب أجي يوم الجمعة جلسة العائلة والله فلان إجا إلي
وكان مسكين يشكو من العقم، يشكو من عدم القدرة الجنسية، عنده سرطان، عنده كذا، عنده كذا. إذا كان ذلك المريض لا يريد الإخبار، لا يجوز لي أنا الطبيب أن أفعل ذلك. وكأنما هذا أيضا مو فقط قانون إسلامي، وإنما قانون طبي سمونه قسم أبو قراط على ما أتذكر، أنه لا يجوز للطبيب أن يفشي أسرار المريض ويقسم على ذلك. احنا قبل ما أبو قراط وغيره، هذا قانون إسلامي ديني أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. بل أيضا العلماء، علماء عالم زيد يجي خمس عنده، طيب تبين أن خمسة هالقد يعني رأس مال هالقد، خوش فرصة هذه، خليني أخبر الجمعية الخيرية، ترى هذا إنسان متمول، روح عليه. خليني أخبر مثلا أصحاب المسجد الفلاني، ترى هذا رصيده في البنك كذا، طيب روح عليه. لا يجوز ذلك لي. أنا عالم أو أنا مستشار اجتماعي أو نفسي، اتصل بي شخص يشكو لي مشكلته مع زوجته، مع ابنته، مع ابنه، مع أبيه، لا يجوز لي أن أتحدث عنه. نعم، لأجل الفائدة يمكن أن يعمم الإنسان المثال ويحذف الخصوصيات لكي يحذر الناس، وهذا قد صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله. كان إذا جاء وأراد أن ينقد حالة اجتماعية يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ليش بعض الناس يقومون بهذا العمل وذلك العمل وعدهم هالصفة وتلك الصفة؟ أما أن أجي أقول فلان مثلا، حتى لو في جمع قليل، أن فلان جاءني وكان عنده مشكلة مع ابنه أو مشكلة مع أبيه أو مع زوجته أو هي مع زوجها، لا يجوز لي أن أفعل ذلك. وهكذا موظف البنك أيضا لا يحق له أن يكشف رصيدي للآخرين. موظف الأحوال المدنية والشخصية لا يجوز له أن يخبر عن خصوصياتي. القاضي، أنا رحت رفعت قضية على زيد أو عبيد، ما إلى حق أن يجي يخبر آخرين ترى فلان عنده مشكلة ويا فلان جماعة وإجاني هو في قضية. الزوج والزوجة أيضا كذلك، أنا أروح أتحدث عن زوجتي أن فيها كذا، بدنها هالشكل، كلامها هالشكل، صفاتها هالشكل، تتكلم على فلان تقول كذا، أو بالعكس هي أن تتكلم عني، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لا يجوز للإنسان أن يخون المجلس الذي هو فيه. أنقل لكم أخيرا فتويين، منها ما جاء في صراط النجاة المرحوم السيد الخوئي وتلميذه الميرزا التبريزي رحمهما الله، في السؤال: هل يجب على المؤمن كتمان سر أخيه المؤمن إذا أسره، سواء أخذ عليه العهد بعدم إباحته للغير أم لم يأخذ؟ حتى لو ما قال له، ترض مثلا هذا أدري أنه من الأسرار، لكن نسي أن يقول لي المجالس بالأمانات، لم يقل لي ترى لا تخبر أحد، ولكن طبيعة الكلام طبيعة سرية. الجواب: الأحوط وجوبا الكتمان، فإن المجالس بالأمانات، نفس الاستدلال بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله. بل أكثر من هذا، في استفتاء آخر الجانب الإيجابي، قال: شخص يفعل المستحبات ولا يريد أحدا أن يراه أو أن يتحدث عنه بفعل المستحبات، شخص متعود يصلي صلاة الليل، متعود يتصدق على الفقراء، بس ما يريد يظهر هذا الأمر،
ولكن شخصا آخر تحدث عنه، أنا عرفت عنه، كان وياي لنفترض في الحج أو في العمرة، عرفت أنه يصلي صلاة الليل، عرفت أنه مثلا يساعد المحتاجين، فأروح أخبر الآخرين عنه مع أن هذا أمر طيب. فهل سائل يقول هل تعتبر غيبة؟ لا مو غيبة. هل تعتبر غيبة أو لا لأنه لا يجوز التحدث بفعلها؟ الجواب ليس من الغيبة المحرمة، لأن الغيبة هي ما يعاب بفعله الإنسان. نعم إذا اطلع شخص آخر عليه وشرط عليه الكتمان لم يجوز له أن يكشف ستره، لأن المجالس بالأمانات، لا لأنه من الغيبة، مو غيبة، ولكن المجالس بالأمانات، إذا قال لا تخبر لا تحكي، أو طبيعة الموضوع كان طبيعة سرية لا يحب هذا الإنسان إفشاءها، فإنه يجب أن يلتزم بذلك. من الأمراض الأخلاقية الخيانة في إفشاء أسرار الغير، ومن علاجها كما جاء في الدين أن المجالس بالأمانات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون أمناء مأمونين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Thank you.